السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدوا منها بالشكل الصحيح. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نحاول نفيدكم قدر المستطاع من المعلومات والتمارين اللي تساعدكم على المحافظة على لياقتكم البدنية وكذلك المحافظة على وزنكم خلال شهر رمضان الكريم. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللي هو أهمية الرياضة في شهر رمضان الكريم وأيضا كيفية اللي هو الوصول إلى هدفكم خلال هذا الشهر. أول شيء طبعا بالنسبة حق الرياضة، رياضة الكارديو أفضل رياضة أنك تمارسها خلال فترة الصيام، وأيضا ما يمنع أنك تمارس الرياضات الأخرى ولكن يكون فيها الجهد قليل، الجهد فيها يكون غير عالي بسبب أنه ممكن إذا لعبت تمارين جهدها عالي أو ضغط على نفسك في شكل كبير أثناء فترة الصيام ممكن تسبب لك إغماء أو إرهاق في عضلات جسمك، فبالتالي أنت تحتاج أنك طبعاً تمارس الرياضات الهوائية وكذلك على أساس تحافظ على لياقتك البدنية وكذلك تحاول تزيد من لياقتك البدنية والتخلص من الدهون. وأيضاً حاول قدر المستطاع أنك تمارس الرياضة قبل الفطور بساعة أو نصف ساعة على أساس مباشرة تتناول وجبتك، لأن الجسم يحتاج فترة يحتاج أن يتناول بعد فترة التمرين بشكل مباشر، أنك ما تنتظر فترة طويلة، يعني لا تتمرن مثلاً الساعة واحدة أو ثلاث أو ثنتين، لا تخلي التمرين قبل وقت الفطور بساعة أو اللي هو نص ساعة على أساس أن تساعدك أنك تحافظ على لياقتك البدنية وكذلك تستفيد من التمرين اللي أنت تمرنته وما تكون في فترة تعب شديدة أو إرهاق من خلال الفترة ما بين اللي هو التمرين ووجبة الفطور. وأيضا حاول من خلال تمارينك اللي أنت تمارسها ممكن تدخل تمارين مقاومة، ممكن تدخل تمارين اللي هي تمارين تكون فيها مثلا استهداف عضلتين في وقت واحد بمعنى التمارين المزدوجة. هذه التمارين راح تساعدك بشكل كبير على أنك تستهدف أكثر من عضلة في وقت واحد ولكن نوعا ما تكون متعبة، فحاول أنك تقلل من فترة من وقت هذه التمارين وفترات هذه التمارين. وأيضا تحاول أنك ما تأخذ أوزان عالية، أوزان جدا بسيطة على أساس أنك تستهدف عضلاتك بالشكل الصحيح. فمن خلال هذا الشهر حاول أنك تحافظ على الرياضة، تقوي عضلة قلبك، أيضا تحافظ على لياقتك البدنية، تحافظ على وزنك من خلال التمرين والتغذية الصحيحة خلال شهر رمضان الكريم. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين في جهاز الكتل بيل الموجود أمامي، راح أستهدف فيه أكثر من عضلة في وقت واحد. أول شيء طبعاً طريقة التمرين الأول راح أستهدف فيها عضلة الأكتاف زائد نوعاً ما اللي هي العضلة المساعدة عضلة الظهر اللي هي العضلة القطنية. راح أنزل بهذه الطريقة وأحرك رجلي بهذه الطريقة، أثبت الجهاز أمام جسمي، أنزل بهذا الشكل، أحرك بهذه الطريقة. لاحظ هذا التمرين راح أستهدف فيه عضلة الأكتاف زائد نوعا ما عضلة الرجل الأمامي زائد عضلة الظهر، وأقدر أيضا ألعب التمرين بهذه الطريقة بدل أكون فردي، يكون بالذراع مع بعض بهذا الشكل. لاحظ هذه طريقة التمرين الأول. بالنسبة حق التمرين تكون ثلاث جولات أو أربع جولات
في مدة الدقائق اللي هي دقيقة أو 30 ثانية أو 50 ثانية حسب لياقتك البدنية. هذا التمرين الأول بهذه الطريقة. التمرين الثاني راح استهدف في عضلة الرجل وأيضا العضلة الضامة للرجل العضلة الداخلية. أوسع رجلي بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل. هذا التمرين راح يستهدف لعضلات الرجل بالكامل وأيضا العضلات الداخلية للرجل اللي هي عضلة الأفخاذ نفسها. لاحظ بهذا الشكل وبهذه الطريقة. عدد الجولات تكون 4 جولات في 15 تكرار بهذه الطريقة. طريقة التمرين الصحيحة، ما راح أنزل بهذا الشكل، ما راح استفيد أي شيء من التمرين، لا، النزول بهذه الطريقة. لاحظ نزول مباشرة إلى الأسفل، ما أنزل إلى الأمام، لا، النزول مباشرة إلى الأسفل والصدر مفروض إلى الأمام. أيضا التمرين الثاني راح يكون كالتالي، أنزل بهذه الطريقة. هذا التمرين أيضا يستهدف عضلة الرجل الأمامي زائد عضلة داخلية للرجل بهذا الشكل. لاحظ بهذه الطريقة. أخذ الرجل الثانية أيضا بهذه الطريقة، أنزل وبهذا الشكل. عدد التكرارات تكون 15 تكرار في 3 جولات. التمرين الأخير راح استهدف فيه العضلات الخلفية للرجل. أضم رجلي بهذه الطريقة، أنزل بهذا الشكل. لاحظ الرجل مفرودة معاي بالكامل، ما فيها أي انحناء، على أساس أستهدف العضلات الخلفية للرجل وبهذه الطريقة. عدد التكرارات تكون 3 جولات في 10 تكرارات. طبعا بالنسبة حق التمارين اللي قدمت لكم إياها، تمارين تساعد بشكل كبير على زيادة مرونة العضلة وكذلك زيادة رشاقة العضلة وكذلك تمديد العضلات، لأن نوعا ما فيها تحريك وشد حق العضلة وأيضا فيها استرتشات في نفس الوقت. فحاول قدر المستطاع أنك تدخل هذه التمارين في تمارينك الأساسية على أساس تساعدك على زيادة المرونة والرشاقة وتفادي الإصابات للعضلات الرجل. وكذلك التمرين الأول كان عبارة عن تمرين مركب يساعدك على استهداف أكثر من عضلة في وقت واحد، اللي هي عضلة الأكتاف وعضلة الرجل والعضلة القطنية. وهذا كان تمريننا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.